انا ما في علميش باش نعرفه. لا لا انا ما عارفهاش. لا المغارات غرق غير تكون المساله مفهومه. مغارات غرق هي كانت سلمت للجماعه ديال طنجه منذ هذاك الوعاء تحسب على الجماعه طنجه، لان كان واحد الوقت تابع الجماعه قزنايا. هذه عهود طويله جدا اللي تسلمت للجماعه طنجه، وهي اللي كانت كتشرف على ذاك المغاره. الى لاحظتوا بعد العمليه ديال الاصلاح ديالها ولا نقاش، شكون اللي غيسير هذه الاماكن الثقافيه كلها؟ لا مغاره هيراقل ولا كاب سبارتيل ولا بيرديكاريس ولا فيلا هاريس ولا غيرهم. هذه الاماكن الثقافيه كاين نقاش. حنا كجماعه التصور اللي عندنا من النهار الاول وباقي متمسكين فيه هو كنقولوا انه هادشي طرحيناه في المؤسسه وكنطرحوه رسميا، وهو اننا حنا كجماعه كنقترحوا تكون عندنا واحد المؤسسه اللي غنسميوها طونجي هذا طونجي كولتور سبور اي لوازير، اي السياحه الثقافه والرياضه والتنشيط وكذا. وهذا غندخلوا فيه جميع العمليات، وغتكون مؤسسه كتدبر هادشي، فيها وزاره الثقافه وفيها وزاره الشباب والرياضه وفيها الجامعه وفيها الولايه وفيها لا بي دي ان، الشركاء والسياحه الشركاء كلهم يكونوا على اساسها يكون عندها اداره ديالها، وبالتالي غتكون العمليه. وحنا كنحضروا كلنا في مجلس اداري، نساهموا بالراي نساهموا بالتتبع، وهذه المرافق خصها تبقى انه مصانه وتحافظ على الجماليه ديالو وتزيد تطور الخدمات ديالها. لحد الان لانه بقي هذه المراكز كلها تبع وزاره الثقافه، بقي ما اتفقناش على الصيغه التدبيريه اللي انتقروا فيها كاملين بينا. ولهذا دابا لحد الان مغاره هرقل بالنسبه لي انا اللي في علمي ان الجماعه لا تدبروها، احنا باقيين رابطينها بالماء والكهرباء، وبعض الاحيان حتى في ديك الحراسه ديالها واش حنا ولا الثقافه باقا الامور. ولهذا حنا الان ما كنستخلصوش هذاك السيد اللي تما عنده واحد كامل 5 درهم تذكيره كذا، فلا علاقته بينا من نهار اللي تفتحت. ما حنا لا نستخلف شي حاجه وما عندنا شي موظفين ديالنا تما اللي يتابعوا. نعتبر ان وزاره الثقافه هي اللي كتدبر المرحله الانتقاليه. ريتما نتفقوا على الصيغه النهائيه التدبير وعليها اجماع. هذه الصيغه هذه متفق عليها حتى الولايه ومتفق عليها الشباب والرياضه ومتفق عليها وزاره الثقافه، لانه صعب جدا على اي مؤسسه تتبع هذا الشيء، لان التعاون ديال الجميع غادي نقدروا نتعاونوا. ملي كتدخلها انت القطاع الخاص معاك وكذا فعلا كتولي واحد، لان كل واحد كيراقب الامور ديالو. ملي كتخليها عامه كل واحد كيتهاون، كل واحد كيسيب المسؤوليه للاخر. وبالتالي دابا الان كنحاولوا اننا نعملوا واحد المؤسسه اللي تجمع لنا هذا الشيء كامل. ولهذا التعديلات اللي وقعوا التغييرات في مغاره هرق انا ما ليس في علمي واش كاين، لان اللي كانت نهار اللي تفتحت هي مجانا، الا هذاك اللي عنده ديك الجناح مع دخلت الباب على اليسار، اما المغاره مجانا. وبالتالي الان الا وقع شي تعديل انا ما في علمي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.